نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي ونعرف أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة، عودته للتمرين والتمرين الأساسي طبعا بعد التمرين. مفترض أن هيكون في معسكر لمباراة طلائع الجيش بكرة إن شاء الله. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نطمن جماهير النادي الاهلي على تمرينه الاهلي النهارده، التمرينه الوحيده والتمرينه الاساسيه قبل مواجهه طلائع الجيش، ونعرف منك اخبار سكواد واستعدادات مارسيل كولر لمواجهه الطلائع بكره ان شاء الله. بالفعل يا احمد، زي ما ذكرت ده التمرين الاول والاخير والوحيد تقريبا يعني قبل مباراه طلائع الجيش. الفريق طبعا على طول عقب مباراه فاركو مستر مارسيل كولر ان يفضل انه يمنح اللاعبين راحه طبعا نظرا لضغط المباريات، ويمكن اتكلم في النقطه دي في المؤتمر الصحفي وقال ان المباريات مضغوطه جدا وده حمل كبير جدا على اللاعبين، ففضل بالطبع يمنحهم اجازه من التدريبات بالامس. النهارده الفريق بقى عدل التدريبات مره اخرى وتدريب وحيد واخير قبل مباراه طلائع الجيش. يمكن على طول الفريق اتجمع قبل ميعاد المران بساعه، كان في محاضره لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين واجتماع كده قصير في ارضيه الملعب فور نزول اللاعبين لارضيه الملعب في تمام السادسه مساء. من بعدها على طول بدات فقرات المران، بدا اللاعبين بس بجري لفه واحده حوالين الملعب، ومن بعدها على طول بعض التدريبات البدنيه، ومن ثم بعض التدريبات المتنوعه بالكره. وحالا دلوقتي وانا معاك الفريق يمكن على طول في تدريبات الكره، ومن بعدها على طول هيبقى اخر فقره في المران الخفيف والاخير قبل طلائع الجيش، قبل مباراه طلائع الجيش بكره ان شاء الله المقرر لها 7 مساء على استاد الكليه الحربيه. هيكون تقسيمه، ومن بعدها على طول مستر مارسيل كولر هيختار 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق باحد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه استعدادا للمباراه باذن الله رب العالمين. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، يمكن اكرم توفيق الحمد لله كان تعرض لكدمه في مباراه فرق ولكن كانت كدمه خفيفه، الدكتور احمد جبار الله طمنا عليه وموجود بيشارك في التدريبات الجماعيه. يعني بشرى كمان عمر كمال عبد الواحد موجود في التدريبات، هيشارك بشكل جزئي في التدريب الجماعي النهارده موجود، وطبعا مشاركته من عدمها في المباراه الفتره المقبله هتبقى يعني طبقا للنظر وجهه النظر الفنيه لمستر مارسيل كولر واشراكه في التوقيت المناسب ليه فنيا. ولكن الحمد لله من الناحيه الطبيه بطمنك عليه، كمان بيرسي تاو شغال في برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، وقريبا باذن الله رب العالمين هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. مصطفى مخلوف النهارده كمان يمكن عمل برنامجه التاهيلي والعلاجي وبدا ارتداء الماسك طبعا بعد تعرضه في احد التدريبات لكسر في عظام الوجه، ولكن خلاص بدا يشارك في التدريبات مرتديا الماسك. كمان حراس المرمى الاربعه موجودين النهارده بيشاركوا بشكل اكثر من رائع في التدريبات، محمد الشناوي ومصطفى شوبير حمزه علاء ومحمود الزنفولي، كل اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائع. احمد يمكن ضغط المباريات بيقلقنا شويه وحاله الاجهاد، ولكن طبعا مستر مارسيل كولر واللاعبين متعودين على مثل هذه الاجواء، وباذن الله يكونوا قادرين على تحقيق طموحات كل جماهير النادي الاهلي. بيجتهدوا في التدريبات، كل واحد بيعمل اللي عليه، وباذن الله التوفيق معانا يكون معانا في المباريات كمان والحصول على 3 نقاط في كل مباراه. بقى احمد هي مباريات بالطبع في بطوله الدوري، ولكن تشعر انها مباريات كؤوس، دايما لازم تلعب على هدف واحد وهو الفوز لتحقيق الهدف الاكبر ان شاء الله وهو تحقيق بطوله الدوري العام باذن الله رب العالمين. صحيح. اللقطات اللي ظهر فيها شناوي وشوبير هي دي النظارات اللي كنت بكلم حضراتكم عليها من شويه، واحده من التقنيات الجديده اللي بيستخدمها ميشيل يانكون في تدريب حراس مرمى النادي الاهلي، مرتبطه بانها بتضيق زوايا الرؤيه وبتعتمد اكتر على تطوير سرعه رد الفعل والاحساس بالكره داخل المنطقه، مش بس على فكره قدره الحارس. طبعا لما بيلعب من غيرها بتبقى الامور بالنسبه له احسن بكتير. توفيق خليني بس ده الشيء بالشيء يذكر يعني عشان ساعات لما كلمتكم عليها. توفيق خليني اعرف منك مشاركه عمر كمال بالتحديد، هل عمر هيشتغل في الناحيه او التمرين البدني فقط؟ انا شفته ظهر قدامي على الشاشه والناس شافته دلوقتي وهو في تمرينه النهارده، ولا هيشارك كمان في الجزء الخاص بتدريبات الكوره؟ يمكن احمد احنا ما كنا موجودين لحد انتهاء التمرينات البدنيه، وكان بدء على طول التمرينات بالكره اللي هي التمرينات اللي بتبقى مربعات وحاجات خفيفه، كان موجود عمر كمان موجود فيها. كان حتى عمر قبل مباراه فاركو كان بدا يلعب بالكوره شويه في الملعب ويتاهل بشكل منفرد، ولكن النهارده بيكمل تدريبات وداخل التدريبات الجماعيه. لسه اخر فقره طبعا يا احمد اللي بتبقى حاسمه في الموضوع هي التقسيمه، طبعا دي احنا ما بنحضرهاش طبعا باوامر كابتن خالد بيبو ومدير الكره ومستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق. فلو شارك في التقسيمه احنا طبعا مش موجودين، لكن لو شارك في التقسيمه اعتقد انه هيكون بنسبه كبيره موجود في مباراه الغد. طبعا ده طبقا للاتفاق ما بين دكتور احمد جبال رئيس الجهاز الطبي ومستر مارسيل كولر،
فمشاركته في المباراه زي ما قلت لك دي ترجع لمستر مارسيل كولر بالاتفاق مع دكتور احمد جبل. ولكن هو الحمد لله من الناحيه الطبيه هو لائق جدا موجود في التدريبات النهارده، ولكن اعتقد ان ممكن يكون المشاركه يا احمد هتبقى بشكل تدريجي، خاصه انت عارف في ضغط مباريات كبير، عمر من اللعيبه المهمه واكيد مستر مارسيل كولر محتاجه في المباراه القادمه، فاعتقد مش هيبقى في استعجال على اشراكه، يمكن حتى لو تم اشراكه يكون بشكل تدريجي مش مره واحده، خاصه ان انت مضغوط جدا، انت بتتكلم بكره الاثنين يا احمد عندك مباراه طلائع الجيش، يوم الخميس عندك مباراه اخرى مع فريق الداخليه، فاعتقد يعني كان الله في عون الجهاز الفني واللاعبين، كل اللي بنتمناه يا احمد ان هم يادوا اداء كويس يحققوا نتائج كويسه، وكمان بنتمنى لهم اهم حاجه السلامه في ظل ضغط المباريات بتبقى قلقان على كل عناصر الفريق، فاهم حاجه ان ربنا يا رب يعني يكون معاهم ويكون اللعيبه على طول في حاله فنيه وبدنيه طبيه كويسه، وثلاث نقاط كمان يكونوا من نصيبنا، اعتقد انها فتره صعبه جدا ان شاء الله نعديها، وباذن الله يكونوا عند حسن ظن جميع النادي الاهلي، وفي الاخر نحتفل كلنا كعادتنا دايما مع فريق النادي الاهلي بلقب الدوري العام ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق، ومفيش حاجه صعبه على الاهلي، رجالتنا ان شاء الله حاضره، واعتقد انه اوراقنا يعني حتى لو كنا بنتعامل مع مباراه كل 72 ساعه من هنا لغايه يوم 17/8، فاعتقد انه ان شاء الله الاهلي قادر باذن الله ان شاء الله انه يحسم اللقب لصالحه.